مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يد الوفاء تشاهدون فيها. مديرية شهداء كربلاء المقدسة مشاركة فاعلة في مهرجان ربيع الشهادة العالمية الثقافية الثامن في المحافظة. مديرية شهداء ليقات تحتفل بالذكرى الخامسة لتأسيسها. لدى حضوره اجتماع لرابطة ذوي الشهداء الخالدين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي يؤكد حرص الوزارة على دعم أبناء الشهداء. وفد مؤسسة الشهداء يبحث مع وكيل وزارة التربية في تطوير العلاقات بين الجانبين خدمة لذوي الشهداء. المفتش العام في مؤسسة الشهداء يرأس اجتماعا تداوليا بشأن تنفيذ الحملة الوطنية لجمع معلومات ما قبل الفقدان لشهداء المقابر الجماعية. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لأبناء الشهداء في مختلف المجالات. الأديب ولدى حضوره اجتماعا لرابطة ذوي الشهداء الخالدين شدد على أهمية الدور الذي يطلع به أبناء الشهداء لما يمتلكون من طاقات خلاقة تؤمن بالعراق الجديد، معلنا تأسيس مؤسسة مجتمع مدني تعنى بذوي الشهداء من أجل الارتقاء بهم على مختلف الصعد. هذا الاجتماع بالحقيقة يتمخض عنه تأسيس لمؤسسة مجتمع مدني باسم رعاية أبناء الشهداء. هذه الرعاية المقصود بها أن يستفاد من أبناء الشهداء كمحرك لعملية التغيير في مجتمع يطلب التغيير أساساً، باعتبار هؤلاء لهم من الدوافع ومن الولاء للنظام الجديد، بحيث يمكن أن يصحح الكثير مما طرأ على خط التغيير من أخطاء. وبالتالي رعاية هؤلاء علمياً، رعايتهم ثقافيا واجتماعيا مسألة مطلوبة من خلال هذه المؤسسة. وبالتالي تأسيس مثل هذه الأنشطة عبر مؤسسات مجتمع مدني يمكن أن توفي بسد النقص في مجالات أخرى ربما قد تكون معنوية ثقافيا ومعرفيا وتعليميا، وكذلك الأنشطة الاجتماعية التي يمكن أن توفر خدمات لمثل هذه الأسر ولأبناء الشهداء من أجل تخليد الخط الذي سار عليه شهداء الإسلام في هذا البلد. بحث وفد مؤسسة الشهداء مع الوكيل الأقدم لوزارة التربية علي الإبراهيمي في تطوير العلاقة بين المؤسسة ووزارة التربية خدمة لذوي الشهداء، وأكد الإبراهيمي حرص الوزارة على تذليل المعوقات التي تحول دون حصول ذوي الشهداء على الحقوق والامتيازات المرتبطة بوزارة التربية وفاء لدماء الشهداء وتقديرا لتضحية ذويهم. تم التباحث مع الأخوة في مؤسسة الشهداء عن المشاكل والمعوقات والمقترحات والآراء فيما يخص رعاية عوائل الشهداء وضمان حقوقهم، والحقيقة كثير من الأمور كانوا مسرورين لها لكون معظمها تم إنجازه من خلال الوزارة، وأخذ بعض المقترحات اللي مطروحة، وإن شاء الله نقوم بتسهيل هذه الأمور اللي طلبت. وبالمناسبة احنا هم يعلمون جيدا ان وزارة التربية هي بتقديرنا من الوزارات الأولى في انجاز معاملات الشهداء، وحتى في مواضيع التعيين انه احنا عاملين منذ
البدء على أنه تكون حصة لعوائل الشهداء واستثناء من ضوابط التعيين، وهذا معمول وممارس سنويا حتى هذه السنة. وفيما يتعلق ببقية الأمور اللي كانت موجودة، احنا تقريبا معظمها يعني تام إنجازها، وكذا الحال حتى مع مؤسسة الجناء، فعدت وزارة التربية من الوزارات الأولى في وزارة الدولة العراقية بإنجاز معاملات المفصولين السياسيين وبأوقات قياسية. وإن شاء الله احنا أيضا تبادلنا بعض الطروحات والأفكار والآراء مع المؤسسة، اللي كونها مؤسسة فاعلة واللي تعنى وتهتم وترعى بشؤون عوائل الشهداء. من جانبه، أكد رئيس وفد مؤسسة الشهداء الدكتور عبد الفتاح كاظم أن زيارة الوفد إلى وزارة التربية تأتي في إطار خطة المؤسسة لزيارة الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بالخدمات المقدمة إلى ذوي الشهداء، مشيدا بالتعاون الكبير الذي أبداه وكيل الوزارة من أجل حصول ذوي الشهداء على الحقوق والامتيازات التي نص عليها قانون المؤسسة. كانت الزيارة موفقة، وكان السيد الوكيل منفتح تماما مع طلبات المؤسسة، ولعله القسم الأكبر من هذه الطلبات وجدناها مقدمة سلفا وبشكل يعني سريع وبشكل كامل، ولعله أكثر مما كان مطلوبا من قبل الوزارة. وأيضا حصلنا في خلال هذه الزيارة من قبل السيد الوكيل العدد لعله أكثر من الحصة المقررة لمؤسسة الشهداء ولذوي الشهداء، تقريبا حصلنا 2000 درجة وظيفية لذوي الشهداء للتعيين على ملاكات وزارة التربية. أما ما يخص الرواتب المتراكمة، فالوزارة قد قطعت شوطا كبيرا في ذلك الجانب، ولعله جميع المعاملات المتعلقة بهذا الموضوع قد أنجزتها الوزارة. والفصل السياسي أيضا الوزارة تبذل جهود استثنائية بصراحة في سبيل إتمام وإنجاز معاملات الفصل السياسي لذوي الشهداء، وما يخص بعض المواضيع الأخرى من موظفي العقود أو ما شاكل ذلك، فالوزارة كان لها الدور السباق في تعيين جميع ملاكاتها ومن ضمنهم ذوي الشهداء اللي كانوا على العقود. وبصراحة نأمل من وزارة التربية تواصلها البناء والسريع والشفاف بصراحة والجاد في خدمة ذوي الشهداء، ونحن شاكرين للوزارة هذه الجهود. رأس المفتش العام في مؤسسة الشهداء حيدر الشحماني اجتماعا ضم ممثلين عن وزارة حقوق الإنسان ومديري مديريات الشهداء في بغداد والمحافظات. الاجتماع الذي يأتي في إطار الحملة الوطنية لجمع معلومات ما قبل الفقدان لشهداء المقابر الجماعية التي أطلقتها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة الشهداء ومعهد الطب العدلي بسحب عينات الدم من ذوي الشهداء لمطابقة الحمض النووي DNA مع رفات شهداء المقابر الجماعية. بعد أن وقعت وزارة حقوق الإنسان مع مؤسسة الشهداء والطب العدلي في وزارة الصحة مذكرة تفاهم للتعاون وإنجاح مشروع حملة أخذ عينات DNA من ذوي الشهداء وخصوصا شهداء النظام السابق وشهداء المقابر الجماعية، ومطابقتها مع رفات هؤلاء الشهداء، وهذا يؤدي إلى نتيجة كشف أو اكتشاف العوائل لذويهم ومحلات رفاتهم، ومن ثم تأطير هذه المقابر بعلامات مميزة، وأنه كل ذوي شهيد يعرف مكان رفات شهيدة. لذلك نحن الآن أتينا وفد من وزارة حقوق الإنسان للتنسيق والعمل مع المؤسسة ولإنجاح هذه الحملة وإيصال المعلومات الكاملة إلى كل ذوي الشهداء بمعلومات عن ذويهم. أهلا بكم من جديد. شاركت مديرية شهداء كربلاء المقدسة في مهرجان ربيع الشهادة العالمية الثقافية الثامن الذي نظمته الأمانتان العامتان للعتبتين الحسينية والعباسية، وتضمنت المشاركة جناحا خاصا في معرض الكتاب الدولي ومعرضا لصور وسير الشهداء. التفاصيل في التقرير الآتي.
مؤسسة الشهداء ممثلة بمديرية شهداء كربلاء المقدسة كانت حاضرة في الدورة الثامنة لمهرجان ربيع الشهادة العالمي الثقافي عبر جناح خاص في معرض الكتاب ومعرض لصور وسير الشهداء، إذ شهد الجناح والمعرض إقبالاً كبيراً من المشاركين في المهرجان. المؤسسة الكريمة مؤسسة الشهداء أعتقد ساهمت بدرجة ما لإيضاح كثير من الحقائق التي كانت خافية على المجتمع الدولي، لكن مع ذلك تبقى عندنا مشكلة في إيصال مظلوميتنا للعالم من خلال مجموعة أمور. أعتقد هذا المعرض وأمثال من المعارض عندما يقتطع منه مكان خاص لإبراز مظلوميتنا والبيان الشهداء الذين ذهبوا ضحية السياسات السابقة له الدور المهم جدا. تبقى الصورة غير الكلام، ويبقى الكتاب غير الكلام، وتبقى مواقع الشبكات الانترنت بقدر ما تجذب المشاهد وتحدث المعلومة أيضا محطة من محطات الجانب المعرفي في هذا الأمر. أعتقد بواكير الانفتاح على الآخرين يمكن أن يكون من خلال مظلومية. تعلمون أن بعض الدول عندها مظلومية لكن استثمرتها بشكل جيد فلفتت أنظار الناس لها. قطعا مظلوميتنا واسعة كبيرة، لا أريد أن أقول لا توجد لها مظلومية في الأرض، بعض الناس يقولون هكذا، لكن بالنتيجة هي تتصدر المظلوميات العالمية لو أحسننا إدارتها بشكل جيد وإبرازها إلى العالم بشكل جيد. نعم الجانب الإعلامي يتحمل حقيقة هذه المسؤولية، سواء كان جانب إعلامي نوعي أو جانب إعلامي كمي. في معرض الكتاب الدولي المقام على هامش المهرجان حظي جناح مديرية شهداء كربلاء المقدسة باهتمام المتابعين له لما ضمه من كتب وإصدارات تفردت بها مؤسسة الشهداء. معرض الكتاب الدولي الثامن لدورته الثامنة هذا العام في مدينة كربلاء المقدسة شهد طفرة نوعية من حيث المساحة ومن حيث عدد المشاركين وأيضا من حيث طبيعة العرض الخاص بالمشاركات. هنالك طبعا دون نشر أجنبية ودون نشر عربية ودون نشر عراقية، وأيضا هنالك مؤسسات تم مشاركتها هذا العام ضمن هذا المهرجان، من ضمنها مؤسسة الشهداء حيث كان لها دور جميل ورائع في إظهار الجرائم التي اقترفها النظام البعثي المقبور لعنه الله ضمن السنوات الثلاثين العجافة التي مر بها العراق. وفضلا عن الكتب والإصدارات الدورية التي تصدرها مؤسسة الشهداء، ضم جناح المؤسسة في معرض الكتاب تراث ومؤلفات الشهداء التي تبنت المؤسسة طباعتها ونشرها، كما ضم صور وسير الشهداء وصوراً ورسوماً توضح الوسائل الوحشية التي كانت تستخدم في تعذيب الشهداء والسجناء السياسيين في حقبة الدكتاتورية. تشارك مديرية شهداء كربلاء في جناحها للكتاب في معرض الكتاب الدولي الذي تقيمه العتبتين المقدستين، وهو أحد فعاليات مهرجان ربيع الشهادة الدولي. وحرصت مديرية شهداء كربلاء على تنوع المعرض من خلال الكتب وصور للشهداء وصور المقابر الجماعية، وللمرة الأولى صور لأساليب التعذيب التي مارسها النظام البائد بحق شهدائنا الأبرار ليطلع عليه العالم أجمع وليشاهدوا الممارسات البشعة التي مارسها البعث المقبور بحق شهدائنا الأبرار. أقامت العتبة الحسينية المقدسة مهرجان ربيع الشهادة العالمي الثامن الذي شاركت فيه دور النشر ومؤسسات الثقافة والإعلام من جميع أنحاء العالم، وحرصت مؤسسة الشهداء أن تشارك في جناح خاص ضم إصدارات المؤسسة وإضافة إلى عرض صور الشهداء وأيضا صور كاريكاتير معبرة عن ظلم نظام البعث المقبور. طبعا هذا المعرض لا يقتصر في عرض الكتب وإنما في إيصال مظلومية الشهداء إلى جميع دول العالم عن طريق توزيع هذه الإصدارات للمؤسسات القادمة من دول العالم. وحرصت أيضا مديرية شهداء كربلاء المقدسة أن تظهر صورة جرائم نظام البعث أمام جميع دور النشر وأمام الناس وأمام الوافدين إلى مدينة كربلاء. حضور ذوي الشهداء في مهرجان ربيع الشهادة العالمي الثقافي الثامن
شكل إضافة نوعية للمهرجان، مشيدين بنجاح مؤسسة الشهداء في إيصال صورة واضحة عن تضحيات الشهداء ومعاناة ذويهم في حقبة حكم نظام البعث البائد. حقيقة هذه أيضا رسالة ستوصل أو توصل إلى أنحاء العالم من في مجال هذه المؤسسة وهي مؤسسة الشهداء. بالطبع احنا اهم من ذوي الشهداء، لي اب ولي اخوة ولي بنو عمومة شهداء ايضا، فهذه اعتبرها نصر كامل، نصر محقق حقيقة في نصرة هؤلاء او لنصرة هؤلاء الشهداء. نعم المؤسسة من ناحية اصداراتها، من ناحية ما وثقت من هذه الوثائق في هذا المعرض، حقيقة ستصل هذه الرسالة إلى العالم، وكل من يأتي إلى المعرض ويزور المعرض حتما يمر بهذا القاطع وبهذا الجناح وبهذا القسم الذي وضع له بعض وثائق الشهداء وصورهم. مشاركة مؤسسة الشهداء في مهرجان ربيع الشهادة العالمي الثقافي في كربلاء المقدسة ممارسة ثقافية تسعى مؤسسة الشهداء عبرها إلى إيصال صورة واضحة عن شعب عاشق الحرية فقدم من أجلها تضحيات جسام. تحت شعار مؤسسة الشهداء رمز للوفاء في العراق الجديد، أقامت مديرية الشهداء ذي قار احتفالاً كبيراً بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيسها بمشاركة عدد من المسؤولين في الحكومة المحلية ودوائر الدولة وحشداً من ذوي الشهداء. المزيد في التقرير الآتي. بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لتأسيسها، أقامت مديرية الشهداء ذي قار حفلاً كبيراً تحت شعار مؤسسة الشهداء رمز للوفاء في العراق الجديد. حضره عدد من المسؤولين في المحافظة وجمع غفير من ذوي الشهداء. هذه المؤسسة إن وجدت بدماء الشهداء لا ينكر ولا يبخس حق جهود الأوفياء الذين لولاهم لما استطاعت هذه المديرية أو المؤسسة أن تقدم خدماتها لذوي الشهداء. ففي حكومتنا المحلية ومن باب من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، لجهود السيد محافظ ذي قار ولجهود مجلس المحافظة المؤقر ولجهود الكثير من دوائر الدولة التي وقفت وقفة مشرفة لدعم تطلعات وتحقيق أهداف مؤسسة الشهداء. السيد المحافظ الذي لم يرد طلباً واحداً إلى ما يوجه إليه بكتاب رسمي، بل أحياناً حتى بطلب شفوي. مجلس المحافظ المؤقر ويشرفنا اليوم الأستاذ عبد الحسين هادي هجر الذي يعتبر الراعي الأول لهذه المديرية باعتباره أول مدير، وبجهوده تم افتتاح هذه المديرية. وكدأبها في مؤازرة مديرية شهداء ذي قار، كانت الحكومة المحلية في المحافظة حاضرة في احتفال المديرية بذكرى تأسيسها لتؤكد موقفها الداعم لمديرية شهداء ذي قار في خدمة ذوي الشهداء لتعويضهم عن الحيف الذي طالهم في زمن الدكتاتورية. الذكرى الخامسة لافتتاح مديرية شهداء ذي قار، وهي من المديريات الخاصة، ما يسمى بمديريات الخاصة بجبر الضرر ضمن مرحلة العدالة الانتقالية، فلا بد للحكومة المركزية وللحكومة المحلية دعم هذه المديرية ما تحتاجه من كل مستلزمات، وكذلك تسهيل القوانين الخاصة بجبر الضرر عن الثلة الخيرة من عوائل الشهداء التي ناضلت وقارعت النظام البعث المقيت بعد أن عانت ما عانت من هذا النظام، فلا بد من وقفة من قبل الحكومة المحلية والحكومة المركزية بهذا الاتجاه لغرض رفع مستواهم التعليمي والصحي والتربوي، وهذا جزء من الوفاء لهذه الدماء الطاهرة. ممثلو الدوائر الخدمية في محافظة ذي قار الذين شاركوا في احتفال مديرية شهداء ذي قار
أشادوا بالأداء المتميز للمديرية في رعاية ذوي الشهداء، مؤكدين حرصهم الدائم على مساندة المديرية في هذا الاتجاه عرفانا لدماء الشهداء. حضرنا اليوم احتفال ذكرى تأسيس مؤسسة الشهداء المركزية. في الحقيقة هذه المؤسسة كان لها دور كبير في إنصاف عوائل الشهداء التي ضحت، الشهداء التي ضحت بدمائها من أجل نصرة العراق. ونحن في مديرية بلدية ذي قار قمنا بتخصيص العديد من قطع أراضي إلى هذه الشريحة المهمة، كون اعتقادنا بأن هذه الشريحة هي من الشرائح المهمة في المجتمع العراقي، وهي ضحت بدمائها من أجل نصرة ورفعة العراق. ذو الشهداء الذين حضروا الاحتفال تحدثوا بفخر عن الجهود التي تبذلها مديرية الشهداء ذي قار في خدمتهم، مشيدين بما قدمته وتقدمه من حقوق وامتيازات لهم ساهمت في الارتقاء بأحوالهم على مختلف الصعد. أن عوائل الشهداء من الذين قد عانوا في زمن صدام الهدام لعنت الله عليه معاناة كبيرة من حيث المضايقة ومن حيث المطاردة ومن حيث السجن ومن حيث الاعتقالات التي قامت بها زمر البعث الفاسد الكافر، ولاقت ما لاقت في ذلك النظام العفلقي. واليوم نحن نقول كلمة، وهي كلمة في واقع الحال لابد أن أقولها على مستوى خاص وعلى مستوى عام، أن ما قامت به هذه المؤسسات من تقديم ما عانت به عوائل الشهداء وما قد لاقته في ذلك الزمان من صرف المنح والرواتب وغيرها وتقديم الإكراميات وغيرها لعوائل الشهداء، فنحن في واقع الحال نقدم الشكر لهذه المؤسسات التي قامت بهكذا فعل وبهكذا عمل. وإذ تحتفل مديرية الشهداء ذي قار بذكرى تأسيسها، فإنها تؤكد لذوي الشهداء في المحافظة حرصها على تعويضهم مادياً ومعنوياً، تقديراً لتضحياتهم ووفاءً لدماء الشهداء. مشاهدينا الكرام، بهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج يد الوفاء. راسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة. حتى نلتقيكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله وفي أمان الله وحفظه.